احتمالات هي مشاهير السياحة والسفر، مشاهير الموضة والأزياء، مشاهير الرقص والغناء، مشاهير المقالب والكوميديا. والسؤال يقول: أكثر أنواع المشاهير في السوشيال ميديا متابعة؟ لك في السوشيال ميديا سالم ولا مالك في السوشيال ميديا؟ لنا فيها تتابع ناس هو ميكس يعني تتابع كذا وكذا. هذه والله المشكلة مشكل كوميديا مقالب كذا ومقالب يعني كوميديا يعني كوميديا إيه؟ ومقالب. طيب الآن برأيك وش راح تختار السعودية أكثر شيء؟ شوف لا تقول، جهزها في إجابتك، فكر واكتبها على ورقتك، استشير اللي حولك. آخر يا ترى من في مشاهدة من هو أكثر مشهور أعطتها السعودية نسبة تصويت؟ مشهور السياحة والسفر، مشهور الموضة والأزياء، مشهور الرقص والغناء، مشهور المقالب والكوميديا. سالم لحظة حاسمة، راح أعطيك 3 ثواني. جاهز؟ واضح إنك جاهز. جاهز؟ يلا أشوف الإجابة. يلا الآن المقالب والكوميديا. المقالب والكوميديا. طيب سالم خلينا نشوف مشاهير الرقص والغناء كم راح كم اخذت نسبه. اخذت 18% يا سالم. حلو. خلينا نشوف اهل السياحه واهل السفر اللي يحبون السفر، مشاهير السياحه والسفر كم اخذوا نسبه. بعد 26% يعتبر يعني رقم. طيب خليني أقول لك يا سالم، حنا سألنا أهلنا بالسعودية، وأهلنا بالسعودية أعطوا أعلى نسبة تصويت هي أوفا مشاهير صح؟ فرد بسيط جدا يا سالم، فرد بسيط اثنين، لأنك أنت أخذتها من منظورك، أنت تحب الكوميديا وهذا، بس أنت ما نظرت عندنا كم عدد النساء كم عدد الرجال، كلهم في ناس تحب الأزياء والموضة، كان فكرت سالم. أبي أسألك سؤال، اللي حولك وش نصحوك أكثر شيء؟ معنى المقالب نفس أكثر معنى الأغلبية. قول لهم شكرا. والله كلهم يعني قول لهم شكرا. طيب